فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. الكلام على انحراف انحرافات الأشاعرة في الأسماء والصفات، كنا سنبدأ الليلة في الكلام على عود معك يا أكرم أحسن الله عليك. على مسألة مهمة، انظر بقى للكلام. نحن في نعمة، ما دمنا معا في الدرس فنحن في نعمة. احنا أردنا الخير، الحلقة ما تكونش معادة وجئنا لذلك الحمد لله. ما يأذن الله به يكون. فأقول إخوتي الكرام في هذا الباب، مسألة التسلسل والعلة الفعالة والكلام الفلاسفة، تعلمون أن الأشاعرة تأثروا جدا بالفلاسفة، وحقيقة الأمر أنهم تأثروا بالمعتزلة. هم تأثروا من أصيل بالمعتزلة. والمسألة هنا في ختام الكلام على انحرافاتهم في الأسماء والصفات، في الكلام على التسلسل. واحدة ما شاء الله، واحدة ما تسألش معانا، بس هات بشوف بنزين. قال بنزين ما حقنا كده فيها كهربائي ما كان فيها. فأقول إخوتي الكرام، مسألة التسلسل هي المسألة التي نختم بها الكلام، رد الله عنكم، الكلام على انحرافات الأشاعرة في مسائل الأسماء والصفات. طبعا هم تعلمون أن في هناك مسألة خطيرة، وهي مسألة حوادث لا أول لها. الله يرضى عنك يا مهندس. مسألة التسلسل مسألة عظيمة جدا، رضا معك يا معاذ. لولا أنت وأمثالك من أهل المغرب لكان التفكير في المغرب تفكير آخر، لكن أنت عندنا ميزان العدل هناك يا معاذ، وأترابك وأخوانك وأمثالك وأخونا الفاضل الأستاذ حسن اللي يدخل دائما، صراحة أذهلتموني. أهل فضل وبر. يغلق النافذة. بس طالع. التسلسل معناه عشان تتصور هذه المسألة وكيف ضلوا فيها. التسلسل هو أن لا يكون شيء إلا وقبله شيء وبعده شيء. أنا سأقول لك شيئا يقسم ظهر ما عندهم. لو قلنا أنه يقول أنا أعطيك 1000 درهم الأول، بعده الثاني الثالث، ممكن إلى لا نهاية. لذلك هم يقولون التسلسل في البعدية يجوز إلى لا نهاية. نعم، وهذا الذي قدره الله جل وعلا في الجنة، مع أنه هو الأول والآخر والظاهر والباطن سبحانه وجل وعلا. فهم يقرون بالتسلسل في 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 بعد لا في قبل. سأبين لكم لما ننكر عليهم هذه المسألة
وإنكارهم على حوادث لا أول لها، لأنهم بذلك كأنهم يعطلون الله جل في علا من الفعل. وهذا بالضبط عشان تفهموا المسألة، أن الله خالق قبل أن يخلق الخلق، أن الله رحيم قبل أن يرحم من طلب رحمته. أن الله كريم قبل أن يكرم عباده بعطائه سبحانه جل في علاه. فهم عندما يقولون حوادث لا أول لها هيعطلوا الله جل في علاه من الفعل. ده الثمرة التي عندهم في قولهم حوادث لا أول لها. عامة التسلسل هو ألا يكون شيء إلا وقبله شيء وبعده شيء، هذا معنى التسلسل. نعم. والتسلسل أنواع. أولا التسلسل في الفاعلين. هذا التسلسل في الفاعلين هو الذي وسوس به الشيطان الرجيم لعباد الله المؤمنين. عندما يأتي ويقول من خلق الشمس؟ من خلق القمر؟ يقول الله الله. من خلق الثمار الأنهار الأشجار؟ الله. فيقول من خلق الله. وهذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي رد كيده للوسوسة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فليقل لا إله إلا الله ثم لينتهي. ايش ايه اللي حصل؟ انا مش واضح. ايش مزيت شوية؟ ايش مزيت شوية؟ وهذا لا يقول به احد بحال من الاحوال الا الفلاسفة اهل الكفر والالحاد. الا الفلاسفة اهل الكفر والالحاد. النوع الثاني من أنواع التسلسل في العلة الفاعلة أو العلة الفاعلة. الله ما الفضل إلا له العلم إنه على الهدى لمن استهدى أدلة وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون الأهل العلم أعداء. ما أجمل هذه البيت. ما أجمل. التسلسل في العلل الفاعلة هو أن يقال للخلق خلق ولهذا الخلق خلق وهكذا، لا يكون فعلا أصلا حتى يكون قبله فعل. وهذا النوع ممتنع باطلا لأنه يستلزم وجود الشيء قبل وجوده، وأيضا وجود ما لا يتناهى في آن واحد، كما يستلزم أن يكون الرب عز وجل لا يستطيع أن يخلق من العدم. وهذا يستلزم أنها يعني كانت مع الله، وأن الله لم يخلق شيئا من عدم، وحقيقة الأمر قد قال الله تعالى كان الله لم يكن شيء. نعم. وهذا الذي قاله الفلاسفة بمسألة قدم العالم، قالوا بقدم العالم. المسألة الثالثة أو النوع الثالث هو التسلسل في الآثار والمخلوقات والمفعولات وأفعال الرب جل في علاه، وهو وجود حادث وقبله حادث وهكذا، وجود حادث وقبله حادث.
وكما قلت هم قالوا لو قلنا ان في 1000 درهم هيكون ال1000 الدرهم الاول وبعدين الثاني والثالث. نعم نقول له طب تعالى عند المئة قل بعده درهم وقبله درهم، صح ولا لا؟ يقول نعم. نقول هذه المسألة متصورة أن نقول قبل الخلق يعني بعده وقبله. فالتسلسل في الأثار والمخلوقات والمفعولات أو أفعال رب جل وعلا وجود حادث وقبله حادث وبعده حادث، يعني وجود حادث وقبله حادث، وجود حادث وبعده حادث، وهكذا. هذا النوع غير ممتنع، وهذا هذه مسألة النوع مبني على مسألة أفعال الرب جل في علاه، هل لها بداية أم لا؟ الأشاعرة يعطلون أفعال الله جل في علاه، والصحيح أن أفعال الله جل في علاه هو خالق قبل أن يخلق، هو رحيم قبل أن يرحم، هو كريم قبل أن يكرم. ركز مع اشرف، ركز مع اشرف، اخد منه حاجه باخدها ازاي عشان في القاهره. طب اتصل بسيك، اسمع بس، انا في القاهره، انا في القاهره، اتصل بسيك وركب معاه. اما المساله الثالثه الاقوال في تسلسل الاثار والمفعولات والمخلوقات وافعال الرب، فيها اقوال ثلاثه. القول الاول منع التسلسل في الاثار في الماضي والمستقبل، وهذا قول الاشاعره. فافعال الله لها بدايه ونهايه، الاشاعره ما قالوا بالنهايه، نعم هذا الجهمية، اسف هذا قول الجهمية. منع التسلسل في الاثار في الماضي وفي المستقبل، ما فيش نهايه. نقف عند البنزين بس مش بتعلى معايا. التسلسل الآثار في الماضي، لا تسلسل في الماضي ولا تسلسل في المستقبل، وهذا قول الجهمية، هذا قول الجميع، ونتج عن قولهم انهم قالوا بفناء النار والجنه. قالوا بفناء الجنه والنار، وهذا قاله بعض المعتزله. بفناء النار وفناء الجنه. وهذا نبع المساله، في مساله التسلسل لحوادث لا اول لها ولا اخر لها. هم يقولون ما في منع التسلسل لا في القبليه ولا في البعديه. لذلك قالوا النار تفنى والجنه تفنى. القول الثاني هو قول المعتزلة والأشاعرة، قالوا بمنع التسلسل في الماضي. والعلة عندهم في مسألة محل الحوادث. هذا قول المعتزلة والأشاعرة، فيقولون المخلوقات لها بداية وأفعال الله لها بداية، أعوذ بالله. هنا الخطأ، هنا الخطأ. فهم يقولون افعال الله لا ليس لها افعال، لا لها بدايه، وهذه معناها انه استغفر الله اكتسب صفه كمال قبل ان تكون له صفه الكمال. فأول المخلوقات هو العالم هذا، ولم يكن الله جل وعلا يخلق ويفعل، بل كان معطل عن الصفات، ما كان يسمع ولا يبصر ولا يتكلم. هذا هو، هذا الذي يقولونه ويصفون الله بالنقص في ذلك. فلازم قولهم وصفه بالنقص. القول الثالث هو قول أهل السنة والجماعة، القول الثالث هو قول أهل السنة والجماعة، وهو جواز التسلسل في الماضي والمستقبل. والتسلسل ده قال به ابن تيمية، لذلك أشعار قاموا فكفروا ابن تيمية بذلك. والجاهل يعدو على العالم، والجاهل يعدو على العالم.
أي نعم، من عاد العلماء الله أكبر. نعم يا ماريا، من عاد العلماء عاد الله جل في علاه، ومن عاد الله فخذلانه قريب. فأهل السنة والجماعة يقولون جواز التسلسل في الماضي وفي المستقبل، بل إنه واجب. فالرب لا يزال متكلما، لا يزال خالقا، لا يزال متصفا بصفات الكمال والجلال والبهاء والعظم، ولا يجوز تعطيل الله عن صفة من صفاته، عن أفعاله وصفاته لحظة من الوقت. ولازم قول المانعين للتسلسل النقص، لأن الكمال يتصف الرب به في كل أحواله، ولا يجوز أن يعطل الله عن صفة من صفاته. ثم لا دليل على من فرق بين الأزل والمستقبل، فكما لا يمنع اتصاف الله جل في علاه، لا يمنع اتصاف الله جل في علاه بالصفات والأفعال في المستقبل، ووجود آثار لأفعاله مع عدم تعارض لأزلية الله، كذلك في الماضي لا يمنع اتصاف الله بالصفات والأفعال ووجود الآثار مع كونه الخالق الأول الذي ليس له، ليس قبله شيء. هناك قول رابع، وهو القول بامتناع التسلسل في المستقبل دون الماضي، وهذا القول لم يقل به أحد إلا أنه تبنى بعض الأشاعرة، وهذا أسوأ الأقوال، هذا أسوأ الأقوال. والصحيح الراجح في مسألة التسلسل هو ما قاله أهل السنة والجماعة، أن هناك حوادث لا أول لها، وأن أفعال الله لا بداية لها، وأن أفعال الله لا بداية لها سبحانه جل في علاه. وإذا احتجوا بالحديث الضعيف، يعني قبل أن يخلق السماوات والأرض أين كان؟ قال في عماء، يعني في سحاب، حديث ضعيف. ومع ذلك لو قلنا كذلك، قلنا إذا خلق السحاب، إذا خلق السحاب، ويشهد هذا المعنى أنه جعل من كل شيء، جعل من الماء كل شيء حي. هذه المسألة التي تكلم فيها هؤلاء وضلوا فيها، وأضلوا في انحرافهم عن عقيدة السلف. والفلاسفة يقولون بقدم العالم، وهذا كفر. والفرق بين قدم العالم، القول بقدم العالم، والقول بأن الله قديم، أن أفعال الله جل في علاه لا تنقطع، قديمة، وآثار أفعاله وجنس مخلوقاته قديمة، فإن الله لا يعطل عن الفعل. بهذا نكون انتهينا من هذه الجزئية. نريد نعم، هذه فلسفة هؤلاء الجهلة. بهذا نكون انتهينا من انحرافات الأشاعرة في العقيدة. نبدأ إن شاء الله بانحرافات الأشاعرة في توحيد الإلهية. نبدأ بإذن الله في انحرافات الأشاعرة في توحيد الإلهية بإذن الله تعالى. طيب كونوا معنا بس بعض الشيء عشان ننظر، يمكن تتصلح السيارة يعني، لأن احنا بنموت الآن. فكونوا معنا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية، وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.